صادقين دارا ستينير برك مرحبا بك. مدينة تارودانت هذا اليوم كتشهد فعالية الدورة الأولى للمهرجان الدولي للفنون الشعبية واللي كيتقام هذه السنة هذه تحت شعار الفن الشعبي من أجل تقارب الشعوب. هذه السنة هذه كتميز بتواجد مجموعة من الفرق المحلية والفرق الوطنية والفرق الدولية واللي الهدف ديالها هو إضفاء الصبغة الثقافية لمدينة تارودانت. مدينة تارودانت اللي معروفة بالعرقة ديالها بالتاريخ ديالها بالقدم ديالها وبالتعدد الثقافي ديالها، اليوم حنا هنايا باش نزيدو نكرسو هذا التعددية الثقافية لمدينة تارودانت. هذا المهرجان الهدف ديالو هو تعريف الموروث الثقافي المادي والمادي لمدينة تارودانت. هذه المدينة العريقة، هذه المدينة المتميزة بتراثها وبفنونها الشعبية. هذا المهرجان عرف مشاركة مجموعة من الفرق الدولية وكذلك الوطنية والمحلية. هذه الفرق الهدف ديالنا من المشاركة ديالهم هو تلاحق بين هذه الفنون، ما هو دولي وما هو محلي ووطني. إذا نتمنوا لهذه الدورة أنها تنجح وتلقى واحد التميز وتزيد في الدورة الجولة.